ما ينفعش برنامجنا يكون اسمه أحلام مواطن. وقبل ما أختم هذا اللقاء ما أسألش المواطن النائب محمد أبو العنين حلمك كمواطن على المستوى الشخصي وحلمك على المستوى العام. والله حلمي على المستوى الشخصي أمنياتي دلوقتي ربنا يعني يعدي على خير بعد الجائحة بتاعت كورونا دي ويخفض شعبنا ودي موضوع شغل العالم كله. ونفسي يعني أحقق أماني مصر الفترة المستقبلية كلها. حقيقة إحنا طموحاتنا كبرت وترتقي كل شوية إلى الأفضل. وعاوز أشوف مصر الصناعية. عاوز أشوف مصر الصناعية دي بقدرات الصناعة الحديثة. عاوز أشوف البراند نيم اللي بيرن كقيمة كبيرة في على مستوى العالم. عاوز أشوف إنتاجيتنا بتصدر ونحقق التارجت اللي سيادة الرئيس طلبها إن إحنا نوصل لمئة مليار دولار وأكتر إن شاء الله. عاوز أشوف التزام كبير قوي من شبابنا وهم بيندمجوا في عمليه التنميه وكل واحد ودوره ونحس كده ان مصر كلها في كل قطاعاتها وفي كل اماكنها قاعده بتزداد قيمه وتزداد رقي في الاداء. ده الحقيقه التارجت عندنا احنا. كل دوله النهارده بعد الجائحه بتفكر تفكير جديد والعالم كله بيتغير والنظام العالمي كله هيتغير. وكل دولة قاعدة بتفكر دلوقتي هي تحمي نفسها ازاي وتقوم نفسها ازاي وتعتمد على نفسها ازاي وتشوف التبديل والتوافيق بتاعتها ازاي. احنا ربنا كرمنا بقائد وكرمنا بحكومة. الحكومة المصرية شغالة شغل من النار ومتواصل بطريقة رهيبة وكلهم الحقيقة في مصفوفة واحدة عمل جاد. يعني انا حاسس بالناس كلها. كنا مؤتمر اخبار اليوم امبارح وشفنا قد ايه الناس كلها بتبذل مجهود ضخم يومي. ده مش جاي من فراغ. ده جاي لانه في اداره قويه حازمه وجاي بايمانهم بالوطنيه المخلصه. انا ده هتفرج عليه ان شاء الله السنه الجايه دي هتبقى بدايه خير كبير قوي لمصر. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى انه يحفظ مصر واهلها وشعبها وقائدها وجيشها. ويعني نطلع من اي نفق مظلم بيواجهنا السنه دي ان شاء الله نتخطاه. لمست الحماس والايجابيه اللي مخليك متفائل ان شاء الله رجل الصناعه اللي جواك كله دايما بياكد. سياده النائب محمد ابو العنين وهو بساله حلمك ايه كمواطن حتى لما حلم للدوله المصريه وليس لشخصه فقط. ودي برضو بتعكس امور يخلينا كلنا نعرف بتحب مصر بجد. يلا نشوف على الارض الناس دي بتفكر فيها ازاي.